يا طنط جاي ولا لا؟ مش عارف، انا بكلمها ما بتردش. وانت عايزاها تيجي؟ اكيد براحتها طبعا. براحتها طبعا. ايه ده بتضحك ليه؟ عشان لما قلت لك امبارح اني مش عايز ماما تعرف انا صالحتك ازاي، ما كنتش عايز اوجع دماغي. اصل انا بصراحه لما بضايقها وباجي اصالحها انا بعتذر لها عادي، ده كبير يعني. طبعا دلوقتي هي شايفه ان انا اتغيرت بعد ما حبيتك. عامة يا زينب، انا في حاجه كتير قوي مأجلها لحد ما نتجوز، يعني ان دي حياتي انا وانتي، انا وانتي بس اللي بناخد قرار فيها. هنعمل اللي احنا عايزينه بعد ما نتجوز، فهمتي؟ دايما بتقنعني بكلامك. بحب عينيكي. بتقولي انت هتقولي ايه قبل ما تتكلمي؟ انا بحبك قوي يا زينب. انتوا اتخضيتوا كده ليه؟ ها؟ كنتوا بتقولوا ايه؟ ما بنقولش حاجه والله. لا احنا كنا بنقول يا طنط. ايه ده؟ طارق ما بنقولش حاجه. احنا بنقول كل خير. ما ده مش سهل. فعلا مش سهل، وبقول لك اهو من دلوقتي. ايه ده ايه ده، انت بتبعيني كده فجاه؟ ماشي. هنتكلم في الموضوع ده بعدين. ها؟ انا هطلع بقى دلوقتي عشان. لا 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 لا، عمك عبده هيعدي علينا، مش احنا اللي هنروح له. ايه ده، هو ما راحش الشغل النهارده؟ لا ما راحش. ليه؟ يعني كان عنده مشوار كده. مشوار ايه؟ ايه يا زينه انت، ايه حشريه؟ انت طالعه لمين؟ طالعه لي يا حبيبي. انا حشريه بجد؟ اه يا حبيبي اه. ليه ظلمتي نفسك كده؟ مفيش حاجه تستاهل. ما كنتش عايزه اضره. وانت كده ما ضرتيهوش، بالعكس انت ضرتيه وضرتي نفسك. ده ما كانش كلامك. ما كانش كلامي قبل ما اعرف انك قابلتي وليد واتكلمتي معاه. ليه تسيبيه؟ كملي معاه، سافروا بره وابتدوا حياتكم من جديد. وليد مش هيسافر وراكم يعني. اتبسطي اتبسطي يا بنتي، وما تعكننيش على نفسك، وتعلمي مني حاجة أخيرا عرفت أعملها. اقبلي نفسك يا شيري بضعفك وقوتك، اقبليها بعيوبها وتعاملي معاها. احنا مش ملايكة ولا شياطين. تعلمي تقبلي اللي حواليكي بكل حاجة فيهم، يعني اقبلي صاحبتك وجعها وتعبها. أنا اللي عملته عوضت النقص اللي جوايا بعلي. حقي أعمل كده، وحقي عليكي كمان إنك ما تاخديش مني موقف. ده احنا ملناش غير بعض. اه بس أنا وضعي غير وضعك. وضعك غير وضعي، واديكي شايفة نهاية واحدة.